يعني الاتحاد الدولي اختار المغرب قبل الاتحاد العربي. يعني احنا الاتحاد العربي مساعدين ومكملين للجامعة المغربية أو الجمعية المغربية لألعاب القوى التنظيم الكبير وأيضا السمعة الكبيرة للتنظيم وليس فقط التنظيم عندنا أيضا الجزء نسميه الانتجريتي الأمانة في عمل البطولات. يعني في بعض الدول الآن الاتحاد الدولي يحارب الغش من منشطات من حتى تغيير في بعض النتائج. المغرب والكثير من الدول العربية إذا ما كانت كل الدول العربية الحمد لله سمعتها قوية بالنسبة لهذا الشيء. البطولات تعتبر مستواها مستوى عالمي ولا يشوبها أي شائبة، لا ليس هناك أي مشاكل من خلال التساؤلات من الاتحاد الدولي حول الأرقام وحول النتائج. حتى الأدوات والأجهزة المستخدمة تعتبر من الأجهزة الحديثة. هذه أشياء تجعل الاتحاد العربي أو الاتحاد الدولي لا يتردد بإنساب بطولة أي بطولة عالمية أو عربية للمغرب لتنظيمها. الأرقام الوطنية والأرقام العربية والعالمية هي مطمع للاتحاد العربي، وقد يكون مناسبة وجود هذه البطولة قبل التأهل إلى بطولة العالم. العدد المتواجد إن شاء الله الذي سوف يتأهل من خلال هذه البطولة هو هدف من أهداف الاتحاد العربي، أن يعطي الفرصة لأبطالنا أنهم يتأهلون من خلال هذه البطولة دايركت. يعني وحتى ليس فقط من خلال النقاط، كما تعلمون الاتحاد الدولي هناك برنامج للكوت اللي هي الرانكينج، والحمد لله الاتحاد الدولي أعطى لهذه البطولة نقاط تعطى للأبطال. فنتمنى أن يكون أيضا دايركت بأن يكون يحصل على الرقم المينيمم للتأهل لبطولة العالم. ألعاب القوى المغربية شهدت خلال الأشهر الأخيرة حدثين مهمين. الحدث الأول يعني تنظيم ماراثون الرباط الدولي، وكذلك ملتقى ألعاب القوى دايمن ليج، والآن يعني تدخل ألعاب القوى المغربية في تحدي آخر وهو تنظيم بطولة العرب الدورة 23 للكبار اللي غادي تكون من 20 إلى غاية 24. يعني كاينة مجموعة من الدول اللي أكدت المشاركة ديالها بأجود العدائين اللي غادي يكونوا في تنافس مثمر ما بينهم وما بين العدائين المغاربة. الغاية والهدف ديال الإدارة التقنية والكل يسعى إلى إشراك الشباب في هذا العرس الرياضي الكبير، لأن الكل تتهيئ لبطولة العالم وكذلك لتهيئ الألعاب الأولمبية المقبلة. غنقول بأن الصحافة بكل صراحة راها مواكبة الحدث وهي المرآة الحقيقية اللي غادي تعطي الصورة الحقيقية لهذه التظاهرة. يعني الكل يسعى جاهدا لإنجاح هذه التظاهرة. وشكرا. مدينة مراكش كتحتضن واحد الحدث كبير، حدث رياضي كبير اللي هو البطولة العربية 23 للكبار لألعاب القوى اللي كتنظمها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بتنسيق مع الاتحاد العربي لألعاب القوى. فاليوم كانت الندوة الصحفية وكيف ما لاحظتوا كان واحد الحضور كبير جد متميز وكثيف ديال الصحفيين المغاربة. كنشكرهم باسم الجامعة كثير من هذا المنبر.
على التغطيه ديالهم لهذا الندوة، وان شاء الله كنتمنوا انهم يغطيوا اطوار هذه البطوله اللي غادي تكون ان شاء الله من يوم 20 الى 24 يونيو، بعد غد غادي يبداو المسابقات. كنتمنوا ان المغرب ينجح في هذه التظاهره وفي التنظيم ديالها كيف ما عودنا، وكيف ما نجح في اكبر التظاهرات العالميه سواء في مجال العاب القوى او في رياضات اخرى، خصوصا وان هذه الدوره كتعرف مشاركه 16 دوله عربيه، يعني حضور كبير ومتميز. حد سعيد للمنتخب الوطني المغربي في هذه المسابقات، كذلك لجميع العدائين من الدول العربيه.